وصلنا الآن مشاهدينا إلى فقرة الضيف ونناقش فيها خيارات المغرب بعد تصميم جبهة البوليساريو على اللعب بورقة الاستفزاز والتصعيد في منطقة القرقرات في تحد واضح للمجتمع الدولي. في التحليل ينضم إلينا الدكتور محمد بن حمو رئيس المركز المغربي لدراسات استراتيجية. مساء الخير دكتور بن حمو. مساء الخير عبد الله. بداية، ما هي قراءتكم للوضع الحالي؟ وظاهر أن البوليساريو لا تخفي رغبتها في نصف الشرعية الدولية من خلال قطع طريق القرقرات، من خلال العربدة، من خلال الدعوة إلى الحرب وعدم الاكتراث لا للأمين العام للأمم المتحدة، لا لبعثة المينورسو، ولا حتى لقرارات مجلس الأمن. فعلا ما تقوم به البوليساريو منذ 21 أكتوبر الأخير بدعم من الجزائر في عملية عرقلة ومحاولة إغلاق معبر القرقرات مع ما يوازي ذلك أو يصاحب ذلك من عمليات خطيرة جدا في تحدي لقرارات مجلس الأمن وفي تحدي للأمين العام للأمم المتحدة. هي محاولة لنسف المسلسل السياسي ومحاولة لجر المنطقة إلى وضعية الأمن. فالفعل والعمل الذي تقوم به هذه المجموعة المنتمية للبوليساريو وهو عمل غير شرعي وغير مشروع، هو خرق سافر كما قلت لقرارات مجلس الأمن وكذلك نداءات الأمين العام للأمم المتحدة إلى احترام حرية التنقل والمدني والتجاري. هذه العمليات كما نتتبع جميعا تقوم بها مجموعة من قرابة 100 شخص من المدنيين مؤطرين بعسكريين من ميليشيات البوليساريو، وهؤلاء يعني مدججين بأسلحة ثقيلة بما في ذلك عربات يعني محملة بمدفعية رشاشة. فعناصر التي تقوم بهذه العمليات الاستفزازية سواء يعني للقوات المسلحة الملكية كما حدث على مستوى نقطة عبور المينورسو بالمهريز في 19 أكتوبر الأخير، أو ما تقوم به كذلك من أفعال تخريبية على مستوى الطريق الرابطة بين المركز الحدودي المغربي القرقرات والمركز الحدودي الموريتاني بيكا 55. هذه العناصر ما يلاحظ كذلك هي أنها تعمد إلى يعني نشر مخابئ للأسلحة في هذه المنطقة، وقد تم رصد قرابة إلى حد الآن قرابة 22 مخبأ، وهذه المخابئ للأسلحة يتم التمويه عليها من خلال نشر خيام لهؤلاء. فبالتالي نحن أمام يعني استراتيجية حقيقية ومحاولة يعني واضحة لجر المنطقة إلى حالة اللا أمن واللا استقرار. نعم، حتى نفهم أكثر كيف نفهم يعني سيكولوجية الجبهة، وكيف نفهم أيضا سلوكها الحالي، كيف نفهم سلوك من يحركها من الخلف، وأيضا الرغبة في استمرار يعني هذا التوتر، وإلى ما ترمي كل هذه التحركات والاستفزازات؟ أكيد أن الأفعال التي تقوم بها البوليساريو هي تحظى بموافقة ودعم الجزائر، ونحن نعلم بأن يعني البوليساريو التي تتواجد بتندوف هي تلقى من الجزائر دعما كبيرا، ونلاحظ يعني الخدمات الكبيرة التي يقدمها الإعلام الرسمي الجزائري لهذه العمليات، حيث تحول إلى بوق يعني لهذه النداءات لقيادة البوليساريو بالحرب. فهو مؤشر من جهة
على أن البوليساريو يعني فقدت صوابها إلى يعني حد كبير، وأنها يعني أصبحت واثقة من انهيار وهم الانفصال، وبأن المنتظم الدولي لم يعد يعني يقبل بهذه الترهات التي طالما حلمت بها. ثم يعني سيكولوجية الجزائر التي تعيش على وضع داخلي بالكثير من الغموض وبالكثير كذلك من علامات الاستفهام، فهناك يعني محاولات يائسة ومحاولات يعني بائسة للبوليساريو للزج بالمنطقة في يعني نحو المجهول، بغية العودة إلى يعني إلى إلى الساحة، وبغية يعني أن يتم الحديث عن البوليساريو لأنها لم تعد إلا ظاهرة إعلامية، وهي تسعى إلى يعني استغلال المعبر القرقرات كآخر يعني ورقة يمكن أن تلعبها، وبالتالي هي تلعب بالنار في القرقرات. ونحن نعلم بأن يعني سلوك وسيكولوجية البوليساريو تظهر بشكل جلي من خلال يعني تطاولها، وكذلك يعني من خلال تحديها سواء لمجلس الأمن وقراراته، ونحن نعلم بأن يعني مجلس الأمن عبر بشكل صريح على انشغاله لما تقوم به البوليساريو في المنطقة العازلة، وصدرت هناك يعني منذ 2017 قرارات بهذا الشأن، سواء قرار 24/14 أو 24/40 أو 24/68 أو قرار كذلك 24/94 أو 24 القرار الأخير 25/48، ودعا مجلس الأمن إلى عدم اللجوء إلى كل ما يمكن أن يهدد الاستقرار أو يؤثر على يعني العودة إلى المسلسل السياسي. فبالتالي مؤكد بأن البوليساريو أمام دعوات مجلس الأمن للانسحاب الفوري من المنطقة العازلة، وأمام النداءات يعني المتتالية للأمين العام اليوم يعني في وضعية يعلم جيدا بأنه دخل في حالة احتضار، وبأن وهمه الانفصالي يعني يقبر بشكل نهائي. نعم. في المقابل المغرب لحد الآن يظهر أكبر قدر من ضبط النفس والحكمة إزاء هذا الوضع الخطير جدا. هناك إشادة من أعضاء مجلس الأمن بهذا الموقف التي طلبت 5 مرات الجبهة بأن تتوقف عن أي عمل لزعزعة الاستقرار في المنطقة الواقعة شرق جنوب منظومة الدفاع المغربية. الآن ما هي الخيارات المطروحة اليوم أمام المغرب والتي يملكها للتصدي لكل هذه السلوكات الطائشة التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو؟ ولم يفتأ كذلك في عدة مناسبات يعني أن أثار انتباه الأمن أو المينورسو كذلك إلى خطورة الوضعية وما تشكله من تهديد للأمن والاستقرار وتداعيات ذلك على العودة يعني المسلسل السياسي، وبتشبثه يعني بهذه الحكمة والتعقل المغرب بيده كل الأوراق، فأكيد بأنه يعني يتشبث بالحكمة والتعقل والسعي إلى عدم يعني الرد على استفزازات البوليساريو وعدم يعني السماح لها بتهديد أمن واستقرار المنطقة. ونحن نعلم بأن يعني الأفعال التي يقوم بها البوليساريو اليوم يتحمل مسؤوليتها كاملة وسيتحمل نتائجها كاملة، لأنه يلعب بالنار، ولكن الحكمة والتبصر والتعقل لا تفيد إطلاقا القوة والحزم والحسم، لأن المغرب لن يسمح بأن يتم هذا التطاول إلى يعني أبعد حد أو إلى ما لا نهاية. أكيد أن
يعني البوليساريو أظهرت بشكل يعني سافر تحديها لمجلس الأمن، تحديها للأمين العام للأمم المتحدة، وعدم اكتراثها بنداءاته ودعواته المتكررة، وكذلك يعني احتقارها للمينورسو وتحديها للمينورسو وادعائها بأن المينورسو غير يعني غير محايدة، بل أكثر من ذلك هو تهديدها لسلامة يعني أعضاء المينورسو، وهو يعني ما تم عند تعرض طائرة حوامة يعني للمينورسو كانت في المنطقة العازلة للرمي بالحجارة. يعني كلها أفعال تفيد بأن يعني البوليساريو فقد صوابه، ولكن يعني لا يمكن للمغرب يعني أن يقع في فخ هذه الاستفزازات، ولكن بالمقابل على المنتظم الدولي أن يتحمل مسؤوليته الكاملة. وما يقوم به المغرب اليوم هو أن يشهد المنتظم الدولي، أن يشهد المنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على هذه الخروقات يعني الخطيرة التي يقوم بها البوليساريو، ولكل مقام مقال. وإذا كان هناك ما يستدعي أي رد أيا كان نوعه، فلا أعتقد بأن المغرب يعني سيسمح بأن تمس وحدته الترابية أو سلامة وأمن مواطنيه وترابه. نعم فعلا هناك تعقل، وأيضا هناك على مواقع التواصل الاجتماعي غضب مغربي كبير مما يجري الآن وما يقع في الجرجرات، أيضا يعتبر اعتداء صارخا على مقتضيات القانون الدولي، وأيضا انتهاكا صارخا ومباشرا لقرارات مجلس الأمن، وأيضا خرق لتوجيهات الأمين العام للأمم المتحدة. إذا كان الأمر كذلك، ما هي الحلول التي أيضا يملكها المغرب بموجب حقه الذي يكفله له القانون الدولي؟ أعتقد بأن يعني المغرب هو يعي جيدا يعني ما تسعى إليه البوليساريو والجزائر، فالهدف الذي ترغب في الوصول إليه من خلال ركوب هذه الحماقة ومن خلال يعني هذه الأفعال المتهورة هو أن يعني تغير الوضع القانوني والوضع التاريخي للمنطقة العازلة سواء شرق أو جنوب المنظومة الدفاعية للمملكة المغربية. فبالتالي المغرب هو يعني من خلال مواقفه يعني الرصينة والمسؤولة والملتزمة بمقتضيات القانون الدولي، وكذلك من خلال احترامه للاتفاقات المبرمة يعني مع المينورسو والأمم المتحدة في يعني سبيل وقف أو استمرار احترام وقف إطلاق النار، واستمرار يعني في المسلسل السياسي الذي هو يعني واضح، حيث أن هدفه هو الوصول إلى الحل السياسي الدائم المتوافق حوله والمقبول من الأطراف. فالمغرب هو متشبث ب يعني المسلسل السياسي، متشبث كذلك يعني بهذا الخيار الذي يعني هو حصري لدى الأمم المتحدة، ولكن في نفس الوقت هو يتتبع ويعني يتابع ما تقوم به هذه العناصر يعني التخريبية، ومن أفعال غير شرعية، ومن أفعال يعني من جهة تخرق اتفاق العسكري رقم واحد لوقف واتفاقات يعني واتفاق وقف إطلاق النار، ومن جهة أخرى تتحدى يعني المنتظم الدولي، ومن جهة أخرى ومن جهة ثالثة تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة. فبالتالي أقول فقط عن أن على الجزائر أن تعود عن غيها، وعلى الجزائر يعني أن تتوقف عن الدفع بالبوليساريو في عملية مجهولة العواقب بالنسبة لها، لأن يعني إشعال أو محاولة إشعال النار في المنطقة سيكون حطبها البوليساريو، وستصل نيرانها الجزائر.
حتى نفهم أيضا ما يجري الآن، هناك فعلا تحولات يعرفها ملف الصحراء يعني لصالح المغرب، وهو يعني ما يثير حنق الخصوم والجبهة أيضا، وبالخصوص بعد صدور قرار مجلس الأمن كما ذكرت أستاذي الكريم الأخير رقم 2548 مباشرة البوليزاريو تهاجم الأمم المتحدة. هل يعني معنى هذا أن البوليزاريو يوجد اليوم في مواجهة مع الأمم المتحدة؟ البوليساريو يوجد في مواجهة يعني مباشرة مع الأمم المتحدة، هو يواجه الأمم المتحدة من خلال يعني مواجهته وتهديده المباشر للمينورسو والقبعات الزرق، هو كذلك يعني يواجه الأمم المتحدة من خلال عدم اكتراثه لنداءات الأمين العام الأممي، وهي نداءات يعني واضحة وصريحة، وهي يعني رادعة للبوليساريو ليتوقف عن هذه الأفعال يعني غير الشرعية، وعن هذه المحاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمنطقة العازلة، وكذلك الأهداف الرامية إلى يعني عرقلة السير المدني والتنقل المدني والتجاري. البوليساريو في مواجهة مجلس الأمن، وكما يعني أشرت ومن خلال مقرراته يعني الخمس بآخرها مقرر 2548، والتي يعني دعت بشكل صريح إلى الانسحاب الفوري من المنطقة العازلة. إذن من خلال هذا السلوك المتهور يبدو فقط أننا أمام يعني مجموعة فقدت صوابها، فقدت وعيها، وأمام مجموعة تعاني من صمم وعمى سيجر عليها الويلات وعلى من يحميها. فبالتالي أقول فقط بأن يعني التعقل والرزانة والحزم والقوة حاضرين، فحذاري من غضبي. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، كنت ضيفنا هذه الليلة.